بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي في الحي السابع، قال: فإن دل دليل على الاختصاص به. في المحاضرة السابقة لما تكلمنا على الأفعال قلنا بأن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن تظهر فيها قصد القربة والطاعة، وإما أن لا تظهر فيها قصد القربة والطاعة. فإن كان هنا قال فإن كان فعله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه القربة والطاعة، أي على حال وصفة يتقرب به لله سبحانه وتعالى ويكون على صفة طاعة لمولانا سبحانه وتعالى، هذا الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة والطاعة إن دل دليل على الاختصاص به، يعني إن وجد دليل من الأدلة المعتبرة على أن ذلك الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صدر على سبيل الاختصاص، بمعنى أنه مختصر على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيه غيره من الأمة، وهذا معنى الاختصاص، هو أن يقوم الدليل على أن ذلك الفعل لا تشاركه الأمة فيه فيحمل أي وجوبا على الاختصاص به، أي أنه يحكم بأن ذلك الفعل قاصر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس للأمة أن تشاركه فيه، مثل الوصال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل، أي كان لا يأكل ولا يشرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكان لا يفعل شيئا من الأشياء التي تناقض الصوم، فهذا هو معنى الوصال في الصوم. والصحابة لما أرادوا أن يواصلوا نكل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم فجعلهم يصلون، وقال في النهاية: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، منكلا له، لأنه في الحديث ذكر أنه واصل بهم كالمنكل له، ألح عليه، طبعا عايزين نواصل، نريد أن نواصل، طبعا أتريدون الوصال؟ ستواصلوا. فلما واصلوا أنهكوا، ثم بعد ذلك منعوا من الوصال. فالوصال في الصوم من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس كهيئة، يعني كهيئة بقية الناس، لست كهيئتكم، لأنه إنسان كامل قد تشبع بالمعارف الإلهية واللطائف الربانية، وقد نزل على قلبه وعلى صدره كلام رب العالمين الذي إذا نزل على جبل لجعله دكا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن والكتاب على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله صلى الله عليه وآله وسلم، فنعم هو ليس كهيئة بقية الناس. وزيادته وكذلك من الأمور التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادته في النكاح على أربع، الزيادة عن أنه تزوج الخامسة والسادسة وهكذا، هذا التزوج خاص فيما زاد على الأربعة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقول أحد أنا أريد أن أقتدي برسول الله في كثرة الزواج فيما زاد على أربعة،
لو فعل ذلك أحد الناس لما انعقد زواجه في الخامسة، ولو أراد أن يتزوج خمسا في عقد واحد بطلنا معا. طيب هنا بيقول الوصال، وقال بأن الوصال فعل، من أين جاء ذلك الفعل؟ ده هو بيترك الأكل والشرب وكل المفطرات، ده الترك إنما هو كف النفس عن أن ترتكب أي مفطر من المفطرات وعن أن تتناول أي مفطر من المفطرات. فالوصال في إيه؟ تكتب جنبه كده فيه كف النفس عن تناول المفطرات، والكف فعل من الأفعال. يبقى ما وجه وضع الوصال؟ ده الوصال عبارة عن ترك الأكل، ترك الشرب، ترك الجماع، ترك أن يدخل شيئا في فمه أو في أي منفذ من المنافذ، نقول له الترك عبارة عن كف النفس. وكف النفس، كف النفس فعل من الأفعال، ولذلك كلف به في بعض الأحيان، والمكلف به لابد وأن يكون فعلا. هذه دقيقة من الدقائق، فين الفعل هنا في الوصال؟ أنه ترك. وأين الفعل في الترك؟ الترك معناه كف النفس عن تناول المفطرات. تقول كده لو فعلت هذا وقلت هذا يبقى حضرتك كده فاهم فهم دقيق، بلك مش عشوائي. طب والزيادة؟ الزيادة معناه أنه تزوج الخامس، والتزوج فعل لأنه عقد، والعقد ده إيه؟ العقد ده تحريك إرادتين متفقتين على شيء معين، هو اتفاق إرادتين والاتفاق فعل. ولذلك لو خطب الخامسة وفي ذمته أربع آثمة، قال وإن لم يدل دليل، يعني وإن لم يوجد ولم يقم دليل على الاختصاص به، يعني على أن ذلك الفعل غير خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هناك دليل يدل على ذلك، مثل تهجده صلى الله عليه وآله وسلم. تهجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم دليل ولم يوجد دليل على خصوصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. والتهجد هو إيقاع صلاة مسنونة في الليل بعد نوم، يعني نام ولو شيئا يسيرا ثم قام بعد في صلاة العشاء وصلى النوافل. ولذلك الوتر إذا نام وصلى الوتر بعد القيام من النوم يسمى وترا، وترا ويسمى كذلك تهجدا، وإذا صلاه قبل أن ينام يسمى وترا ولا يسمى تهجدا، كما ذكرنا ذلك عند شرحنا للفقه. مثل تهجده صلى الله عليه وآله وسلم لا يختص به، يعني لا يكون التهجد قاصرا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأمة تشاركه في ذلك التهجد، لأن الأمة مطالبة أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بل يكون شرعا عاما. إيش هو بقى اللي يكون شرع عام؟ يكون شرعا، اسم يكون عائد لإيه؟ فكروا بقى، ما أنا عايزين نحرك العقول. إيه؟ بيقول الفعل، أنه فعل؟ الفعل الذي لم يدل
دليل على الاختصاص به يكون شرعا عاما، سواء كان تهجدا أو كان أو كان أو كان أو كان. يبقى يكون دي اسم يكون راح فين يا مولانا؟ يعني الفعل الذي لم يدل دليل على أنه خاص يكون هذا الفعل شرعا عاما لكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني صفة وخصلة يؤتسى بها ويقتدى بها. حسنة أي راجح فعلها على تركها. فاقتضى، إيه اللي اقتضى؟ يعني تطلب ذلك النص القرآني تشريعا في حقنا. ولماذا لم يقل اقتضى ذلك تشريعا في حقه؟ يقول اقتضى ذلك تشريعا. طب ولم يقتضي ليه تشريعا في حقه؟ لا، ما هو احنا قلنا ان افعال سيدنا اللي ظهرت فيها قصد القربة والطاعة في حقه هو اما ان تكون واجبة واما ان تكون مندوبة على حسب ما قام الدليل في حقه هو. اما في حقنا نحن فعله هو تشريع لنحن. فاقتضى اي ذلك القول القرآني في حقنا التشريع في حقه، يعني تطلب ذلك النص أن يكون ذلك شرعا في حقنا نحن. لماذا؟ قال: لأن معنى أسوة، هي فيها قراءتين، فيها أسوة وإسوة، أسوة حسنة إسوة حسنة. والأسوة والإسوة بمعنى الخصلة، يعني الصفة، يعني الحالة. حسنة حسنة يعني أقول لك حسنة لغوية مش حسنة شرعية. يقول لك حسنة لغوية، ما هي بقى الحسنة اللغوية؟ يعني الأمر الذي كان فعله راجحا على تركه. خصلة خصلة حسنة من حقها، يعني من حق تلك الأسوة. ما هو ربنا لما وصف بأنها أسوة حسنة وصفه لذلك يقتضي أنها مطلوب فعلها من كل واحد من المكلفين، وإلا لما وصفها بالحسن. وصفه لها بالحسن تحريض على الاقتداء بها وعلى فعلها، وإلا لما وصفها لنا بالحسن كان يحرضك على ذلك. كما إذا قلت مثلا على سبيل المثال وأنا أخاطبكم مثلا: هذا العصير القصب فيه فوائد كذا وفوائد كذا وفوائد كذا. أنا لماذا أقول هذا؟ تحريضا مني لكم على أن تشربوا مثلا. ده أنا بدي مثال. فلما ربنا سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسوة، يعني يقتدى به وأنها حسنة، إذا هو طلبها، وإلا لو لم يطلبها لماذا حسن فيها؟ ولماذا ذكر خيارها وخصالها الطيبة؟ قال: من حقها، يعني من شأنها ومن صفتها، أن يؤتسى بها. يؤتسى يعني يقتدى بها. وهو صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه، يعني في ذاته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رفعه ووضع غير الأنبياء، يعني جعله في أعلى عليين. مش معنى أن احنا بنقول وضع غيره نقصد بذلك الأنبياء، لا، نقصد بذلك أحد الناس ليس كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى جعله في نفسه قدوة. قدوة يعني متبع، يعني نسير خلفه، نقتدي بأفعاله
وأقواله يحسن التأسي بها. قدوة يعني القدوة معناها الاتباع، والاتباع يكون مطلوبا إذا كان حسنا، لأن أحيانا نرى بعض الناس يتبعون الشيطان ويقتدون به، ولكن هذا الاقتداء ليس هو المطلوب. لكن لما يأتي ويقول أسوة يعني شيء يقتدى به، يصف أبو الحسنة يبقى يطالب منك أن تفعلها، وإلا لماذا وصفها بالحسن؟ وصفها بالحسن يعني أنها راجحة في الوجود على الترك. يحسن التأسي به، فإن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، يعني إن علمت صفة من بقى الضمير عائد لمن يا مشايخ؟ فعل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل الأنبياء والمرسلين. فعله صلى الله عليه وسلم إن علمت صفته، يعني علمت صفته أي درجة حكم الشرع. الصفة هنا أقصد بها إيه؟ درجة الحكم الشرعي من وجوب أو ندب أو إباحة. واقتصاره على هذه الثلاثة لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منحصر في هذه الثلاثة، حيث إن فعله صلى الله عليه وسلم لا يوصف بكونه محرما للعصمة، فنبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يختلف فعلا محرما، حاشاه أن يفعل هذا، لا قدرة له أيضا على هذا، لأن العصمة معناها إيه؟ معناها يعني عدم إمكان وقوع المعصية. ولذلك لما عرفوا العصمة قالوا العصمة هي الحفظ، وده لغة كده، واصطلاحا حفظ الله للمكلف من الذنب مع استحالة وقوعه منه. ايه ده يعني ما يقدرش اصلا، ده محال ان تقع منه المعصية. للعصمة والأدلة الشرعية قامت على هذا، هي لغة الحفظ، عصمنا الله من المعصية يعني حفظنا من المعصية. طب واصطلاحا عندما يطلقها العلماء في كتبهم علماء الأصول أو علماء علم الكلام، لما يطلقوا العصمة يبقى معناها حفظ الله، حفظ الله يبقى حفظ الله، حفظ الله العبد من الذنب لواحد، مع عدم إمكان وقوع ذلك منه، استحالة أن يقع ذلك منه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق فيه القدرة على المعصية، وإنما خلق فيه القدرة على الطاعة، وده معناه العصمة. ولذلك علماءنا قالوا لا يجوز للمسلم أن يدعو بالعصمة بالمعنى الاصطلاحي، لأنها لا تكون إلا للأنبياء، وأما أنت فابن أغيار، أما أنت ف يعني الذنب منك أصيل، وأما من الأنبياء فلا يتصور ذلك في حقهم بالعصمة، وللأدلة الدالة على ذلك. ولذلك العلماء لما تكلموا على الأفعال دائما يصدروا الأفعال بالكلام على عصمة الأنبياء، حتى يقولوا بأن أفعال الأنبياء تخلو من الحرام وتخلو كذلك من المكروه. فالأفعال منحصرة في ثلاثة: وجوب وندب وإباحة، ولا يتصور الحرام والمكروه كذلك. لماذا؟ قالوا لأنه لا يقع من أحد الأولياء، فمن باب أولى أن يقع من الأنبياء، ولأنه لو وقع من الأنبياء لكان مأمورا باتباعه، وذلك يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهنا نتكلم عنها إن شاء الله عند الكلام على هذه المسألة بعد قليل. قال: فإن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله على الأصح. وهذا
كما في الحاشية مذهب جماهير العلماء أنه إن علمت صفته من وجوب فيكون واجبا أيضا على الأمة، لأن الأمة مأمورة باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن علم كذلك وجوبه، وإن علم يعني كونه مندوبا كان مندوبا في حق الأمة ما دام مندوبا في حق النبي، وإن علمت صفته من إباحة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كان مندوبا من سائر الأمة، وإن كان مباحا في حقه كان مباحا في حق سائر الأمة. وذلك قول الجماهير من العلماء من المتكلمين والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال طيب، انتهى الكلام على هذا، ننتقل إلى الكلام على شيء آخر. قال وتعلم بنص، يعني كأن سائلا سأله وقال وكيف تعلم صفة فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أعلم أن هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح؟ قال تعلم صفة فعله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم درجته من الحكم الشرعي بنص عليها، يعني بأن ينص على تلك الصفة فعليها عائد للإيه؟ لصفة الفعل من وجوب أو إباحة أو ند. كقوله، أي كقول الشارع، هذا واجب، يعني هذا الفعل واجب. فإذا قال لك هذا الفعل واجب علمت صفته حينئذ، لأنه قد نص وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الفعل واجب علي، قال هذا الفعل واجب علي. طيب إذا كان واجب عليه فهو كذلك واجب علينا، لأن أمته مثله في ذلك، حيث لم يقم دليل على الاختصاص. أو قال هذا مندوب علي على سبيل المثال، أو قال مباح علي كذلك. قال أو تسوية، وتسوية يعني أن يسوي بين هذا الفعل وبين فعل آخر معلوم الجهة ومعلوم الدرجة من الحكم الشرعي، أو يقول لك فعل هذا مثل الفعل الفلاني ويكون الفعل الفلاني معلوم الصفة ومعلوم الدرجة من الحكم بأن كان واجبا، فيكون هذا الفعل الذي مثله به وشبهه به واجب، أو يكون الفعل الذي يعني شبه به يكون مندوب فيكون ذلك الفعل كذلك مندوب، أو يكون ذلك الفعل الذي شبه به مباح فيكون ذلك الفعل الذي شبهه يكون كذلك مباحا. يبقى لفظ التسوية يقوم مقامه التمثيل، يبقى وتسويته وتمثيله وتشبيهه من كل ما يدل على الاستواء بمعلوم الجهة. يعني ايه معلوم الجهة يا مشايخ؟ يعني معلوم الدرجة من الحكم الشرعي من الوجوب والندب والإباحة. كقوله، اي كقول صاحب الشريعة، هذا الفعل مساو لكذا في حكمه، في حكمه المعلوم كما شرحت لكم، يكون هذا الفعل معلوم الجهة من وجوب أو ندب أو إباحة، ويمثله ويشبهه ويساويه بفعل آخر، لأن يعني الاستواء يقتضي المشاركة في الحكم. ووقوعه بيانا، وكذلك مثل أن يقع الفعل بيانا لأمر علم أنه واجب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها وصلى، فهذا يعلم منه أنه صلوا أقيموا الصلاة. نحن لا نعلم كيفية الصلاة في البداية، كيف نصلي؟ ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بعدها وقال هذا بيان
للنص القرآني أو لم ينقل، وغلب على الظن أنه بيان لذلك النص القرآني. فهذا البيان حكمه حكم المبين، يعني ذلك الفعل الصلاة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله أقيموا الصلاة، يكون هذا الفعل حكمه حكم قوله تعالى أقيموا الصلاة. فإذا كان أقيموا الصلاة واجب، يبقى ذلك الفعل الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، لأن المبين في درجة المبين. نقولها تاني، لأن المبين في درجة يا مشايخ، في درجة المبين. المبين هو فعله صلى الله عليه وآله وسلم، والمبين قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فالمبين في حكمه كالمبين في حكمه. فإذا كان المبين واجب يبقى المبين واجب، وإذا كان المبين مندوب يكون المبين مندوب، وإذا كان المبين مباح يكون المبين مباح. طيب، أو امتثالا، أو يكون ذلك الفعل الذي فعله إنما فعله من أجل أن يمتثل قول الله تعالى، فيكون ذلك الفعل الذي وقع امتثالا للأمر الإلهي واقعا في درجته من الحكم موقع ذلك الأمر الإلهي. فإن امتثل بفعله لحكم واجب كان فعله الممتثل واجب، وهكذا. ما الفرق بين قوله بيانا أو امتثالا؟ البيان أن الفعل، أن الأمر لم تكن صفته معلوم، هيئته معلومة، فجاء الفعل فبين الهيئة وشرح الكيفية. وأما الممتثل فإنه معلوم قبل أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفي كيفيته. فالفرق بين البيان والامتثال أن البيان لم يكن معلوما، وأن الامتثال كان معلوما. ربنا أمره أن يفعل شيئا بصفة معينة، ما هو معلوم، ففعل هذا الشيء بهذه الصفة، يبقى اسمه إيه؟ امتثال للأمر. إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض الامتثال، ولم يفعله بغرض الشرح. وإن كان يا أخوانا البيان واقع، ولكن واقع تبعا لا أصالة، لكن عشان ما تتلخبطش، احنا بنقول ان هناك فرق ما بين البيان وما بين الامتثال. البيان يعني ذلك الامر الذي امر به لم يكن معلوم الكيفيه، والامتثال لا، الامر الذي امر به معلوم الكيفيه، بس كده سهله وبسيطه. يلا على اللي بعدها. لدال على وجوب او ندب او اباحه، يكون امتثالا لامر لشيء دل على وجوب. يعني ايه بقى اللي دل على وجوب؟ يعني لشيء مبين او ممتثل يدل على الوجوب او على الندب او على الاباحه، فيكون حكمه حكم الفعل المبين او الممتثل. فان كان المبين والممتثل واجبا كان المبين والممتثل واجبا، وهكذا. قال ويخص الوجوب أمارته، يعني الوجوب له علامات وله أمارات، متى وجدت هذه الأمارات علم أن ذلك الفعل واجبا، ومتى وجدت هذه الأمارات علم أن ذلك الفعل مندوبا، وإذا وجدت هذه الأمارات علم أن الفعل مباح. ولذلك للوجوب أمارات، منها أن يؤذن للصلاة، فالأذان علامة على أن تلك الصلاة واجبة. ومنها أن يكون الفعل ممنوعا منه ومحرما، ثم بعد ذلك يأتي
ويؤذن فيه، فيكون ذلك الفعل الذي كان ممنوعا منه قبل ذلك ثم أجيز يكون واجبا، لأن ما جاز بعد امتناع كان واجبا كما يقول علماؤنا الشافعية. طيب، قال كالصلاة بالأذان، قلناها وهو أن الصلاة المصحوبة بالأذان علامة على وجوبها، وهذا أحد التأويلات في هذا الكلام. وكون الفعل ممنوعا منه يعني كان الفعل قبل ذلك محرما، فجاء الشرع فأذن فيه كالجرح، جرح الإنسان لنفسه حرام أصله هكذا، وثبت بالأدلة الشرعية كقاعدة عامة أن أي جرح للإنسان لنفسه حرام. يأتي الشرع أولا بتحريم جرح النفس، ثم يأتي بعد ذلك آذنا لك في أن تختن نفسك أو تختن ولدك. ده كان ده الختان ده جرح وقطع جزء من الإنسان ويحصل فيه يعني دم، وهذا ممنوع منه، لكنه كان ممنوعا منه أولا، ثم بعد ذلك جاء الشرع وأذن فيه وأجازه. ما درجة هذه الإجازة وما درجة هذا الإذن؟ درجة هذه الإجازة ودرجة هذا الإذن هو الوجوب. لماذا؟ لأن الفعل كان ممنوعا منه قبل ذلك ثم أذن فيه، وما أذن فيه بعد امتناع يكون واجبا. ولذلك تجد العلامة الرملي في نهاية المحتج يقول لك ما كان، لسه قايلين انتوا نسيتوني ولا ايه؟ ما جاز بعد امتناع كان واجبا، وهتلاقيها عندك في التمهيد. يبقى ما جاز بعد امتناع يكون يا مشايخ امتناع يعني انه حرم اولا ثم بعد ذلك اجيز بعد ذلك. طب درجة الاجازة دي قالوا تكون واجبة، ولكن هذه في القاعدة الاغلبية في القاعدة العامة، لان هناك اشياء قد خرجت من هذه القاعدة بدليل. قال والحد، الحد يا مشايخ ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن إيلام، عن إيذاء. فالإذاء والإيلام حرم الشارع إذاء الإنسان لنفسه أو إذاء الإنسان لأخيه، ثم جاء بعد ذلك وأجاز وأذن في أن يحد الإنسان، حرم قتل النفس ثم بعد ذلك أجاز قتله، يكون ذلك الإيلام واجب وهو الحد، ويكون ذلك القتل واجبا للمماثلة في القصاص. يبقى ما جاز بعد امتناع يكون يا مشايخ يكون واجبا. ومثل قطع اليد في السرقة، طب ما قطع اليد ده قبل السرقة وفي غير السرقة حرام، ثم جاء بعد ذلك وأذن فيه، يكون قطع اليد في السرقة ايه؟ واجب. وكذلك الشارع جاء وجعل في الصلاة ركوع واحد وقيام واحد، وقال بأن الزيادة على ذلك تبطل الصلاة وزيادة حرام، ثم جاء بعد ذلك في صلاة الكسوف وأجاز لك أن تقوم قيامين وأن تركع ركوعين. يبقى ده إيه؟ ده ضمن القاعدة، بس ده خلي بالك ده من القاعدة التي نحن فيها. بس ده جاري على ايه؟ جاري على من عين قيامين وركوعين. لكن الامام الرملي او الاصحاب يعني قالوا بانه لو صلى صلاة الكسوف كصلاة الصبح جاز، فهذا من المستثنيات. طيب، على كل حال يلا. وقد يتخلف الوجوب، الله، هنا بعد ان تكلم على القاعدة شرع يتكلم على مستثنيات القاعدة وما خرج من القاعدة، لكن خرج بدليل، وما خرج بدليل لا يكون ذلك الخارج ناقضا للقاعدة.
قال وهذه الأمارة وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل، وتكتب جنبها كده وإذا تأخر الوجوب لدليل لا تفسد القاعدة، لأنه لولا الدليل الذي أخرجها واستثناها لما خرجت، كالعام إذا خصص لولا المخصص لكانت الأفراد متناولة ومحكوم عليها بحكم العام. وكما في سجود السهو، ما سجود السهو مش واجب، مع ان حضرتك لو زدت سجود في الصلاة هتبطل وحرم عليك لانك تلبست بعبادة فاسدة، ولكن في سجود السهو جاز بعد امتناع وليس بواجب، يبقى جاز بعد ايه؟ بعد امتناع، كان قبل ان يشرع سجود السهو كانت زيادة سجود في الصلاة حرام وممنوعة، ثم بعد ذلك أجيزت. أجيزت، ولكن الشارع جاء وقال بأنها ليست واجبة فخرجت بدليل، عارف لو ما كانش قال كده لكانت واجبة، ولكن لما جاء الشارع بدليل وأخرجها من حكم القاعدة خرجت من أجل الدليل فلا تكون ناقضة، لأن من شأن القاعدة أن تتناولها لولا وجود الدليل. وسجود التلاوة في الصلاة لأنه في زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة كركوع أو سجود ممنوع منها، ثم أجيز، فلما لم يكن السجود للتلاوة والسجود للسهو واجب؟ قالوا لأن الدليل قد أثبت أن هذين السجودين ليس واجبا بل مندوبا، فخرج لدليل، ولولا وجود الدليل لقلنا بالوجوب، ولذلك قال فالنقض بهما غير قادح، يعني غير مفسد للقاعدة، غير قادح يعني يا مشايخ الإسلام يعني غير مفسد للقاعدة. قال لأن النقض إنما يقدح إذا لم يكن التخلف لمانع. الله، دي حاجة رائعة جدا، عارف لو ما كانش في دليل أخرج هذه لقلنا بأن واجب الدخول فيها، فهو بيقول إن التخلف يعني تخلف فرد من الأفراد عن القاعدة يقدح إذا لم يكن هناك مانع من دخول ذلك الفرد، يعني إذا كان هناك مانع من دخول ذلك الفرد فلا يكون خروجه لسبب الدليل ناقضا للقاعدة. متى يكون ناقضا للقاعدة؟ إذا خرج بدون مانع، كان اللفظ والقاعدة متناولان فخرج فيكون مانعا، فيكون مانعا من ايه؟ مانعا من صحة القاعدة. يبقى النقض اذا كان لمانع من دخولها، ما هو ايه المانع من دخول سجود السهو سجود التلاوة؟ ايه الدليل؟ فخرجت لدليل مانع من دخوله فلا صح ان يكون نقضا. ولكن متى يكون نقضا؟ ده هيجي لك في نقض العلة، ونقض العلة فيها 9 مذاهب وسوى يعني نتكلم عن ذلك باستفاضة فيها. قال كما هو رأي كثير من الفقهاء يرون أن التخلف إذا كان لمانع فلا يقدح في القاعدة، ويختص الندب بمجرد قصد القربة، يعني بيقول بأنه إذا ظهرت القربة فقط في ذلك الفعل المحمدي النبوي كان ذلك الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة بدون شيء آخر كان فعلا مندوبا، فالندب يقتصر على صورة واحدة وهو ظهور قصد القربة في الفعل المجردة عن وجود دليل يدل على الندب، المجردة عن وجود قرينة تدل على الندب، وهكذا.
قال وإن جهلت صفته، يعني وإن جهلت صفة الفعل لم نعلم أنه واجب أو مندوب أو مباح، لم يقم دليل من الأدلة المرعية الشرعية على ذلك فيحمل على الوجوب. وفي ثلاثة مذاهب، مذهب يقول يحمل على الوجوب، يحمل على الندب، يحمل على الإباحة، وهي الجهات التي انحصر فيها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن جهلت صفته فيحمل على الوجوب، أي فنقول بأن ذلك الفعل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وواجب كذلك في حقنا. قال في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وحقنا عند بعض أصحابنا، وذلك المذهب كائن وحاصل عند بعض أصحابنا كابن سريج، ابن سريج البغدادي القاضي أبو العباس الملقب بالباز الأشب الفقيه الأصولي المتكلم شيخ الشافعية في عصره، والإصطخري وهو أبو الحسن وهو الحسن بن أحمد ابن يزيد ابن عيسى أبو سعيد الإصطخري قاضي قم شيخ الشافعية بالعراق وأحد أصحاب الوجوه في المذهب، ولي حسبة بغداد وأفتى بقتل الصائبة واستقضاه المقتدر بالله على سجستان، وله أخبار طريفة في الحسبة، وصنف كتابا كتبا حسنة، ومن مؤلفاته أدب القضاء وكتاب الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق والمحاضرات والسجلات، وله في الأصول آراء مشهورة، من علماء القرن الرابع. وابن خيران أيضا من أصحابنا الشافعية أبو علي الفقيه أحد أركان المذهب، كان ورعا فقيها فاضلا متقشفا، متقشف يعني إيه؟ يعني كان بيعيش على الكفاف الكفاف، ما كانش بيشرب عصير أصلا. قال وابن أبي هريرة، وصححه ابن السمعاني، ابن السمعاني له كتاب اسمه قواطع الأدلة طبع في 5 مجلدات من الكتب المهمة، وطبع أيضا طبعة رديئة في 2 مجلدين فلا يقتنيها منكم أحد، قواطع الأدلة، لقوله تعالى أي كان واجبا من أجل أن الله أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، فقال سبحانه وتعالى واتبعوه، واتبعوه ده أمر بالاتباع، والأمر للوجوب أي يجب عليكم أن تتبعوا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لا قرينة صارفة للوجوب عن إلى النبي، ولأنه أي ولأن الحمل على الوجوب، لأنه دي عايد الضمير عايد إلى الحمل على الوجوب، ولأن الحمل على الوجوب أحوط، ولأنه الأحوط أي لأن الفعل إذا حمل على الوجوب وأتى به المكلف فقد خرج من عهدة التكليف، بخلاف ما إذا حملناه على الندب سيكون هناك ذريعة لأن يترخى المكلف في الإتيان به، بعضهم يأتي به وبعضهم لا يأتي به، أو قلنا بأنه مباح، فتكون دائرة التاركين له أكثر من دائرة الفاعلين، ثم يأتي يوم القيامة يكون واجبا، يبقى فات الاحتياط، يبقى احتطنا ليه؟ فعلناه لأسوأ التقادير وهو أنه واجب، وإذا فعلناه وقلنا بأنه واجب الناس من أجل أنه واجب وتحملون وزرا يفعلونه، فيكون دائرتهم يوم القيامة مأمونة. ومن أصحابنا كالصيرفي والقفال الكبير من قال يحمل على الندب، يعني ذلك الفعل الذي لم تعلم صفته نقول بأنه مندوب للآية المتقدمة، أنهي آية؟ يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى الأسوة الحسنة يقصد بها يعني الآية.
قال للآية المتقدمة، فين بقى الآية المتقدمة؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال لكم لقد كان لكم ولم يقل عليكم، لكم تشعر بعدم الإلزام، عليكم تشعر بالإلزام، والله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم، يبقى ما فيهاش إلزام. عارف لو قال عليكم كان فيها إلزام، فالآية لا إلزام فيها. لأن الأسوة موصوفة بالحسنة، والحسنة لها رجحان، عندي حسنة شرعية وعندي حسنة لغوية. الحسنة اللغوية معناها أن الفعل راجح على الترك، وأما الحسنة الشرعية معناها عدم الإثم وأنها مطلوبة. قال والحسنة لها رجحان، إذ المراد بالحسنة في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، المراد بها الحسنة اللغوية، يعني الشيء المستحسن الشيء الراجح، لا الحسنة الشرعية، لأن الحسنة الشرعية تبقى مطلوبة. ولأنه يعني ولأن الندب هو المتيقن محقق، يعني إيه متحقق؟ يعني متيقن بعد الطلب، لأنه إحنا تأكدنا من أن هذا الفعل مطلوب من الآية. وإذا كان الفعل مطلوب إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا، المندوب متيقن، لأن المندوب عبارة عن طلب، طلب يعني إيه؟ طلب إيجاد الفعل. طب والوجوب؟ لا، ده الوجوب فيه شيء زائد، وهو أنه يأثم عليه ويعاقب على تركه، يبقى فيه شيء زائد وهو الجزم. ما احنا بنقول لك الإيجاد هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما، والندب هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا غير جازم، ما فيهوش جازم، الجزم ده زيادة. فالمتيقن هو حصول الطلب، وأما الجزم فمشكوك فيه والأصل عدمه. قال ومن أصحابنا من يقول، ومن أصحابنا من قال يحمل على الإباحة. قال والله لأن أفعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منحصرة في ثلاثة أشياء، إما الوجوب وإما الندب وإما الإباحة. الأصل عدم الطلب، يبقى فاضل لنا إيه؟ فاضل لنا الإباحة. الأصل عدم طلب الفعل، بقي بعد ذلك الإباحة لأنها متحتمة. خرج اثنان بالدليل وهو الدليل عدم الطلب، وبقي واحد. ومنهم من قال يتوقف، يعني بمعنى أنه لا يكون لا واجبا ولا مندوبا ولا مباحا حتى يدل الدليل الخاص على درجته وعلى صفته. ولذلك قال لتعارض الأدلة في ذلك، قال لأن الأدلة في ذلك متعارضة، حيث إن الأول استدل بدليل وهو دليل يعني قوي، واستدل الثاني بدليل وهو كذلك قوي، وحصل بينهما تعارض، وإذا تعارضا تساقطا. بس هنقف لتعارض الأدلة في ذلك، وإن كان يعني فعله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه أي على صفة وحالة غير القربة، يعني غير صفة القربة والطاعة، كأن كان من الأمور الجبلية يعني الناشئة والصادرة بسبب جبلة الإنسان وطبيعته، وصورها بقوله كالأكل، واحنا لما بناكل بناكل ايه؟ بمقتضى الجبلة البشرية، وعندما نشرب نشرب بمقتضى الجبلة البشرية، او ظهر بالقرينة، هو يعني من شأنه ان يكون متقربا به وان يكون طاعة، لكن هذا الفعل ظهر بالدليل انه ليس المراد به منه صلى الله عليه وآله وسلم القربة والطاعة. انتبهوا يا مشايخ الإسلام، قال
أو ظهر بالقرينة، يعني ظهر بسبب القرينة، قرينة يعني دليل، ده معنى قريب. أنه أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به، أي لم يقصد بالفعل. أنا دايما ماشي بحاول أفسر الضمائر. القربة أي لم يقصد به القربة والطاعة، لكنه من شأنه أن يكون موضوعا للقربة والطاعة، فيحمل على الإباحة، أي فهذا الفعل الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون محمولا على الإباحة في حقه، يعني يكون مباحا في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك مباحا في حقنا، لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم هنا ساق الكلام مساق حاجة زي اسمها الصبر والتقسيم. قال لأن أي فعل بشري يكون عرضة للأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، خمسة، يبقى واجب، مندوب، حرام، مكروه، مباح. أي فعل من الأفعال يكون دائرا بين هذه الخمس، مفيش غيرها. طيب يا سيدي، دائرا بين هذه الخمس، طيب أول حاجة الحرام، أن ما يصدرش من سيدنا رسول الله فعل يكون حراما. لماذا يا مولانا؟ قالوا لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، معصوم من أن يصدر منه الفعل الحرام للأدلة التي أثبتت له العصمة. وما هي العصمة؟ العصمة هي حفظ الله للعبد مع عدم إمكان وقوع المعصية منه. ما مش ممكن، لا يمكن أن يقع منه معصية، ده ربنا منع المعصية منه، ما ادالوش قدرة عليها، سلب منه القدرة على المعصية فلا يستطيعنا. فكالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، سلب منهم خاصية المعصية. طب المكروه؟ قال لأن المكروه هذا لا يصدر من صغار، يعني لا يصدر من كبار الأولياء، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده هو أكبر الأكبر وكبار الأولياء، فصار فعله. طيب الواجب، الواجب غير موجود لأنه الفعل نفسه مش مطلوب، لأنه في معنى البشرية، في معنى الجبلة، في معنى العادة. والمندوب كذلك، لأنه مدام سلب منه يعني قصد القربة والطاعة، يبقى سلب منه الطلب، وإذا سلب منه الطلب يبقى عندي ثلاثة أمور: إما أن يكون حراما لا يمكن أن يصدر منه، وإما أن يكون مكروها لا يصدر منه، بقية الإباحة. فالإباحة أمر متحتم من خلال حصرنا للأوصاف الممكنة في فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا يحرم لعصمته، ما فيش مشكلة، العصمة لها أدلة كثيرة. ولا يكره، يعني ولا يكون فعله كذلك مكروها. لماذا؟ قال لشرفه، قال إن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى وأرقى وأجلى من أن يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يشين، ده هو الكمال الإنساني، كمال البشري صلى الله عليه وآله وسلم. لشرفه المانع، يعني ذلك الشرف وعلو المنزلة وعلو القدر مانع من ارتكاب المكروه. بالضبط زي ايه؟ يعني حالي معكم، مقامي معكم مقام الأستاذ، هل يمكن ان انا اتيكم في يوم وانا لابس مثلا يعني شورت؟ مقامي كمدرس مانع من ان ارتكب مثل هذه التفاهات.
مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مانع من أن يفعل المكروه لعلو كعبه وعلو مقامه عن ذلك عن تلك الأمور السفاسف. هذا شأن الجليل، شأن الجليل أن لا يقع منه إلا ما هو جليل. طب أنت لماذا لا تأتي إلي وأنت مثلا لابس فانيلا نص هكذا، وأنت مثلا فاتح يعني هدومك ومقطعها من فوق؟ هذا لا يليق بك، كذلك لا يليق به هذا، لأن شرفه أي شرف كمال الإنسانية وتمام البشرية ألا يقع منها ما يشين. والكبار كبار على قدر أفعاله. قال لشرفه المانع من ارتكاب المكروه، ولأن التأسي يعني ولأن الاقتداء وطلب المتابعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن التأسي به مطلوب يعني طلبه الله سبحانه وتعالى، وقال فاتبعوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يقع منه مكروه. لماذا؟ قال لإذ لو وقع، يعني لو وقع من سيدنا رسول الله مكروه، هذا تصور عقلي، أنا مأمور باتباعه وفي نفس الوقت مأمور بترك المكروه، فيكون كذلك أنا مأمور باتباعه مأمور بترك المكروه ومن اتباعه فعل المكروه، فأكون في نفس الحال مأمورا بفعل المكروه وممنوعا من فعل المكروه، فيؤدي إلى الجمع بين الضدين. افعل المكروه، لا تفعل المكروه، ده نقضي كمان مش ضدين. ولذلك قال إذ لو وقع، يعني لو وقع اللي هو إيه المكروه، قال فلا يكون مطلوبا. نعم، لأنه لو كان يعني المكروه واقع من سيدنا رسول الله لكان مطلوبا أن نفعل ذلك المكروه، ونحن في نفس الوقت نهينا عن فعله، يبقى اجتمع في شيء واحد أنه مأمور به وأنه غير مأمور به، فلا يكون مكروها. قال وأما فعله المكروه، لكن هنا يعني توجه لنا اعتراض، قالوا إنه وجدنا إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل بعض الأفعال المكروهة في حقنا، فكيف نفهم هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حتى يبين جوازها، ففعله لها واجب من جهة أنه يبين الشريعة، وبيان الشريعة واجب في حق نبينا، وأما فعلنا لها فمكروه، لأن الفعل له جهتين، بيان الشريعة ده هو عملها فعلها من أجل أن يبين أنها ليست حراما وإنما هي جائزة ولا إثم فيها، فكان ذلك لبيان التشريع، فلا يكون في حقه مكروها بل يكون في حقه واجبا، وأما في حقنا نحن فلسنا من صفتنا أن نبين الشريعة، فلذلك كان ذلك يعني على سبيل الكراهة في حقنا وعلى سبيل الوجوب في حقه. قال وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم المكروه، فعله المكروه، هو في بعض النسخ كانت فيها فعل المكروه وهي أحسن، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ينفع، وفعله المكروه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، يبقى المكروه دي يا مشايخ ايه؟ المكروه دي كده اهو تبقى منصوب، منصوبة على أي حال؟ قالوا منصوبة لأنها مفعول به، لذلك المصدر المضاف. وأما النسخة الثانية فعل المكروه يبقى مكسور، فوخلاف
الأولى فعله المكروه وخلافة، يبقى صح كده وخلافة. وينفع أقول إيه بقى؟ وخلافي على النسخة الثانية، فعل المكروه وخلافي. وأما فعله المكروه وخلاف الأولى فلبيان الجواز. اطلعت بيقول كده ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اذا فعل المكروه كان فعله لهذا المكروه لبيان الجواز، وبيان الجواز في حق النبي واجب، لان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وفعله كذلك لخلاف الاولى الذي نهي عنه من نهي عام، كذلك لبيان الجواز، فهو خلاف الأولى في حقنا مكروه في حقنا، ولكن في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واجب لأنه بيان، والبيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب. قال في لبيان الجواز فهو أفضل في حقه لأنه قيام بواجب. وخلي بالك بقى إن أفضل ليست على بابها، لأن أفضل معناها إيه؟ كأنه بيقول فهو أي فذلك الفعل الذي هو لبيان الجواز أفضل في حقه. أفضل من إيه؟ أفضل من ترك الفعل. يعني كأنه قال الفعل وترك الفعل سيان، إزاي ده واجب؟ ولذلك أفضل هنا مشايخ ليست على بابها، لأن لو كانت على بابها لسوت في الأصل بين الفعل وبين الترك، لسوت بين الوجوب وبين غير الوجوب، وذلك لا يصح. فهو أي ففعله صلى الله عليه وآله وسلم فيه فضل في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأين جهة الفضل؟ قال جهة الفضل أنه واجب لأنه بيان للشرعيات، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث لبيان الشرعيات. ماشي، حلو الحاجات دي. لأنه قيام بواجب. إيه هو بقى لأنه قيام بواجب؟ اللي هو البيان. لأن بيان المشروعات، يعني بيان الشرعيات، ينفع المشروعات. عندكم ايه؟ مشروع جمع مشاريع. طيب، يعني لبيان المشروعات أي الشرعيات واجب عليه، والأصل عدم الوجوب والندب فتبقى الإباحة. الأصل يعني القاعدة المستمرة معنا أنه لا وجوب، والقاعدة المستمرة معنا أنه لا ندب لأنه لم يتحقق الطلب، فبقيت الإباحة وتعينت. فإن احتمل هذا، هذه مسألة لطيفة جدا، ويتكلم فيها على يعني الفعل الذي تردد بين كونه جبليا وتردد بين كونه يعني غير جبلي، يعني تردد بين كونه مقصود به القرب والطاعة، فهل نحمله على الجبليات فيأخذ حكمها، أم نحمله على قصد القربة والطاعة فيأخذ حكمها؟ قال والله العلماء اختلفوا في ذلك. نقرأ بقى ونقرأ الحاشية معاه كمان. الله. قال فإن احتمل الفعل أن يكون جبليا، أي بأن كانت الجبلة تقتضيه في نفسه، يعني إذا نظرنا إلى ذاته وجدنا أنه ينحو منح الجبلي وغيره بأن وقع متعلقا بعبادة، فهل يعني يتشرب من العبادة أم ينظر فيه إلى ذاته؟ يعني وقع متعلقا بعبادة، يعني سيدنا رسول الله حج راكبا، الركوب ده إذا نظرنا إلى الركوب في ذاته، الركوب في ذاته جبلي تقتضيه الجبلة البشرية، أما كون أنه هو وقع
في عبادة لعله تشرب من العبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب إلى العيد من طريق ويعود من طريق آخر، المشي إلى المسجد أو إلى أي مكان أمر تقتضيه الجبلة، ولكن لما تعلق بصلاة العيد فهل يا ترى روعي فيه ذلك المتعلق أم لا؟ تردد النظر فقال ما بيلعبوش، أما الوهابية الوهابية بتلعب، ما عندهم عقول، ولكن هؤلاء بيفهموا. قال وغيره من حيث إنه واظب عليه. ده سيدنا النبي كان بيحج راكب، فين المواظبة؟ في غير الحج ندعي المواظبة، أنه كان يذهب إلى العيد من طريق ويعود من طريق آخر، فواظب على ذلك. دول المواظبة عليه، هل يا ترى واظب عليه يبقى لعله كأنه في شمة عبادة، كأنه أشرب بالعبادة، لما وقع في العبادة كأنه مقصود من أجل العبادة، فهل يا ترى صار معنى التعبد إليه أم لا؟ هذا ما اختلف فيه الأصحاب، ففيه خلاف، أي ففيه خلاف بين أصحابنا الشافعية. هذا الخلاف منشأه يعني نشأ وصدر من قاعدة الأصل والظاهر، يعني إذا تعارض عندي أصل وظاهر، الأصل بيقول عدم التشريع، إن العودة الذهاب من طريق والعودة من طريق ليس المراد به التشريع، ده الأصل بيقول كده، والظاهر أنه لما وقع متعلقا بعبادة صرى إليه معنى التعبد، ده الظاهر. ولما واظب عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الظاهر إنه عبادة أو صار إليه معنى التعبد. فهل يا ترى ننظر إلى الأصل أو ننظر إلى الظاهر؟ اختلفت أنظار العلماء في هذا، والراجح أنه بحسب ما يغلب على الظن، فإن غلب على الظن الأصل عمل به لغلبة الظن، وإن غلب على الظن الظاهر عمل به، وهذه قاعدة مفيدة. قال منشأه أي منشأ هذا الخلاف ومصدره تعارض الأصل والظاهر. أين الأصل؟ قال لأن الأصل عدم التشريع، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب ويعود من طريق، لأنه المشي نفسه في ذاته ليس إلا أنه جبلي، والظاهر في أفعاله، الظاهر أنه المواظبة الذهاب وقوع في عبادة، الظاهر أنه يعني على سبيل التشريع، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات مش لبيان المشروعات، فأنا أعتقد أن السابقة الشرعيات مش المشروعات، وصحفت من هذا. قال لأنه أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وأرسله الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبين للناس ما شرع في حقهم وما وجب عليهم من قبل ربهم سبحانه وتعالى. وحكى الكيا قولا ثالثا بالوقف، وكأن الوقف كما علمتم إنما هو لتعارض الأدلة، حيث إنه نظر في دليل الأول فوجده مقبولا، ونظر في دليل الثاني فوجده مقبولا، وتساوت عنده الأدلة فتعارضت فوقف عن الحكم في شيء من ذلك. قال يعني الكيا الهراسي إنه مباح، والذي عليه الأكثر أنه مباح، ولكن أكثر العلماء قالوا بأنه مباح، فالذهاب من طريق والعودة من طريق مباح، الركوب في الحج مباح، ده على خلاف ما عليه أصحابنا في الفروع لإجماع الصحابة عليه. قال لأن الصحابة أجمعوا على أن هذا النوع من الفعل يعني
يحمل على الإباحة لا على الوجوب. قال والماوردي والروياني، والماوردي والروياني لإجماع، وجزم به ابن القطان، وجزم به الماوردي، وجزم به الروياني. انتهينا من هذا، ندخل على المسألة الأخيرة خاتمين مختتمين بها. قال وإقرار، الإقرار كما قالوا هو عدم الإنكار، أقر بشيء يعني لم ينكر، يعني كف نفسه عن الإنكار. فالإقرار فعل من الأفعال، عشان ما حدش يقول كده الإقرار يعني عدم الإنكار، لا، يعني كف النفس عن الإنكار. يا سلام، هذا الكلام عظيم فيه تدقيق. قال وإقرار صاحب الشريعة، نسب الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مبينها، ولكن في الحقيقة صاحب الشريعة هو الله. صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول من أحد، يعني إقراره على القول، فعلى ذلك متعلقة بالإيه؟ بالإقرار. أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس على القول، سواء كان ذلك الذي أقره كافرا يغريه الإنكار، أو كان مسلما، أو كان كافرا لا يغريه الإنكار. يغري يعني إيه؟ يعني يثيره ويحرك عداوته ضد الإسلام والمسلمين. قال هو قول صاحب الشريعة، يعني كقوله، مش هو هو، لا، يعني هو في الحكم كقوله. ذلك الإقرار وهو كف النفس عن الإنكار لأحد من الناس مطلقا، يكون كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الفعل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم. علمنا أن العصمة هي عدم خلق القدرة على المعصية، من أن يقر أحدا على منكر، لأن الإقرار على منكر ده حرام، وصدور الحرام من سيدنا رسول الله الأدلة قامت على امتناعه. ومثال ذلك، أي مثال إقرار صاحب الشريعة أحدا من الناس على فعل شيء، إقراره صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر سيدنا أبو بكر على أن السلب للقاتل، السلب اللي هو يا مشايخ اللي هو ما على المحارب المقتول من أجهزة حربية، معاه سلاحه، معاه الدبابة. الكلام ده نتكلم على الكلام قديما، أما الآن يعني مين اللي هينتفع بالدبابة ويمشي بيها يعني؟ ها؟ القنبلة يعني، والكلام ده مش لدلوقتي يعني، أنا بنقول زمان بقى، الآن هو كان بيأخذ منه السلاح، كان بيأخذ منه الحرب، وكان ذلك يعني متاحا ومباحا لكل الناس، واخد بالك؟ فكان سيدنا أبو بكر يقول بأن السلب للسلب القتيل من حق قاتله، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك ومنع نفسه أن ينكره. احنا قلنا ده اسمه ايه؟ إقرار، والإقرار فعل لأن فيه كف للنفس. فيبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني السلب للقاتل، سلب القتيل لقاتله، يبقى إقراره كقوله ذلك. وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم أي صاحب الشريعة على الفعل، يبقى هنا أقر مين؟ ده أقر على القول. ولذلك لما أبو بكر قال وسيدنا سكت
دل ذلك على أنه كقوله، كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال، وإقراره على فعله من أحد، أي أحد، ما علمه أدي شرط، وقدرته شرط تاني على الإنكار، يبقى علم رأى الفعل أو علم به وقدر على إنكاره ولم يعني ينكر، كان ذلك كما لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه دال على جوازه، أنه دال على إباحته لما مر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يسكت على منكر ولا يسكت على حرام، لأنه يجب عليه أن ينكره، ويجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. مثاله إقراره صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، كان على مائدته وسيدنا خالد أتي له بضب مشوي، وسيدنا رآه وهو يأكل وسكت، ده بداية كده عمال يأكل الضب، والضب ده يعني حيوان شبيه بالفأر، يعني لو انت شفته كده تقول بيأكل فار، حتى إذا عرض على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني أنا أعافه، لماذا؟ لأنه لم يكن بأرض قومي، يعني ما خدتش على إن أنا أكله، زي بالظبط كده أنا ما خدتش على أكل المانيزيين، يعملوا الرز كده عبارة عن حلقات كبيرة بألوان مختلفة ما فيها ملح، ولما قدمت إلي في بعض الزيارات من بعض الأحباب وعرض علي يعني مثل هذا امتنعت، وقلت إنني لم أتعود عليه، لم أجده في أرض قومي، فتجدوني أعافه، ده منهج، ده من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا منهجا. طب يلا، هو حد أكل الضب قبل كده منكم؟ وما فعل في وقته، وما فعل في وقته أي الشيء الذي فعل أو المفعول، يعني ممكن نقول فعل بمعنى إيه؟ بمعنى المفعول، الشيء الذي وقع عليه الفعل في وقت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاهده، وعلم به أنه لم يره ولكنه سمع به ولكنه بلغه ولم ينكر، مع تمكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإنكار، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني في دلالة هذا على جواز الفعل للفاعل وغيره، لأن حكم سيدنا رسول الله على الفرد كحكمه على الجماعة، يبقى ما دام وصلوا كان قادر على الإنكار ولم ينكر، يبقى كأنه أقره، وإذا أقره فهو جائز. قال فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يصير هذا الذي فعل في غير مجلسه وكان قادرا على الإنكار وبلغه يكون كما لو فعل في مجلسه، من حيث إنه يدل على الجواز للفاعل وغير الفاعل، كعلمه بحلف أبي بكر أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، هنا خلي بالك في متعلقة بإيه؟ بحلف حلف أبي بكر في وقت غيظه، مش لا يأكل في وقت غيظه، ولا هي متعلقة لا يأكل الطعام في وقت غيظه، إيه رأيكم؟
أنا بقول إن هي متعلقة بالحلف، لأن الحلف من شأنه أن يكون في وقت الغضب وفي وقت الغيظ، مش إن هو لا يأكل في وقت الغيظ. حلف أبو بكر حال غضبه ألا يأكل الطعام، كأنه قال والله ما أنا واكل، حصل شد كده، يا عم أكل، يا عم سيب، يا عم والله ما أنا واكل. حلف في وقت غيظه وقت غضبه، يبقى حلف في وقت غيظه، يبقى الحلف ظرف للغيظ. ولا الأكل، لا أصل، لو قال حلف ألا يأكل، يأكل في وقت غيظه، يبقى كان قال والله ما نواكل إذا كنت غضبان. شفت بقى فيه هنا عملت إيه؟ في هنا قلبت لك المعنى. ولذلك كنت بتقرأ انظر إلى حرف الجر بما يتعلق، لأنه هيغير لك المعنى، لكن أنا أرى أنه فيه متعلقة بحلفة، حلفة في وقت غيظه أن يأكل الطعام، واضح هكذا. ثم لما أكل وحنث، ما هو أكل يعني حنث، وما قالش بقى أكل في وقت غيظه، قال ثم لما أكل كان ده حنث. لما رأى، أي حين رأى الأكل خيرا، يعني لما رأى أن الأكل أفضل وأحسن من الترك. وقيل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وما أنكر على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار، يعني إذا كان الشخص الذي فعل ذلك الفعل وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا على الإنكار، غير أن ذلك الشخص لو أنكر عليه سيثيره الإنكار ويحرك فيه عداوته للإسلام والمسلمين، فإنه حينئذ لا ينكر عليه، ويكون ما فعله ذلك الشخص على هذا القيل ليس السكوت والإقرار دل على جوازه، إنما السكوت والإقرار لا من أجل الدلالة على الجواز، ولكن من أجل أنه إذا منعه يرتكب على، يترتب على ذلك مفاسد. قال له ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مصلحة ما تنكرش عليه، لأن أنت لو أنكرت عليه هيزداد في سبه وفي عداوته وفي حمقه، فلا تنكر عليه. يبقى هذا القيل بيقول إيه؟ ده قيل يعني رأي، بيقول لا، يعني هو إقراره على الفعل حجة إلا في صورة واحدة، فيما إذا كان يغريه الكافر الإنكار ويحرك بواعث الشر جواه، فحينئذ يسقط الإنكار عليه، وهذا القول كما قلنا ضعيف. وقيل إلا الكافر مطلقا، سواء كان يغريه الإنكار أو لا يغريه الإنكار. فرؤية سيدنا رسول الله لفعله مع قدرته على الإنكار وعدم الإنكار لا يدل على أن ما فعله ذلك الكافر يكون جائزا، وكذلك قوله بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سكت عليهم من أجل أنهم غير مخاطبين بالفروع، وليس في ذلك تأخير البيان. بناء، ولكن هذا أيضا ضعيف، إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف، أي غير مكلف بفروع الشريعة، فما أتى به ليس منكرا. وقال إلا الكافرة غير المنافق، يبقى الرأي اللي فات إلا الكافر منافق وغير منافق، وهذا الرأي في الكافر إلا أن يكون منافق، قال والله فعل الكافر غير المنافق لا يكون يعني دالا على
السكوت والإقرار دل على جوازي، لأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة ولا تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، لأن المنافقة ده الكافر، وأما المنافق لا تجري عليه أحكام الإسلام فهو في الحقيقة كالمسلم، فيكون إقراره كالإقرار لمسلم غير منافق. قال لأن النفاق، لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر، وأما الكافر فلا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه غير مخاطب بالأحكام الشرعية. وظاهر أن محل هذا كله، أن محل هذا كله إذا لم يكن ذلك الفعل مما علم أنه منكر، منكر له لسبق الإنكار، لسبق الإنكار. أن محل الخلاف في الكلام ده إذا كان الفعل والقول الذي أقره لم يسبق له أنه بين جهته، أما لو بين جهته فيما سبق ثم فعل ذلك الفعل مرة ثانية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فلا يكون سكوته إقرار ولا تشريع ولا جواز لذلك الفعل. قال أن محل هذا كله ما إذا لم يكن ذلك الفعل مما علم أنه منكر له لسبق الإنكار وثبوت التحريم قبل ذلك. طب ما هو لأنه لما يسكت مش هيبقى فيه المحظور موجود، وهو تأخير البيان عن وقت الفعل، لأنه بيّنه قبل ذلك ووضح جهته وكشف حكمه، فلا يكون سكوته عن الإنكار محققا لمفسده كترك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على كافر مشيه إلى كنيسة. سكت، هنش يقول لك بقى أصل النبي لما سكت دل ذلك على أن المشي إليها جائز، قال له لا، ده سكوته لا لأجل الإقرار وإنما لأجل أنه قد بيّن له قبل ذلك أن هذا الفعل حرام مثلا، يعني للعلم بأنه علم منه إنكاره، ده عرف قبل كده النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الحكم فتركه بعد ذلك لأنه قد بيّنه وأنه لا ينفعه إنكاره، لو أنكره مرة ثانية لن يعود ذلك الكافر ولن يتراجع عما فعل، ولو سبق تحريم فعل قبل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفعل الفلاني حرام أو الشرع، ثم أقر شخصا على ذلك الفعل ثم جاء بعد ذلك شخص ورآه النبي صلى الله عليه وسلم أو علم به ولم ينكر عليه على ذلك الفعل، كان ذلك نسخا للتحريم السابق، لأن الإجازة الآنية ناسخة للحرمة السابقة اللي هو نسخ الفعل بالفعل، لأن ما سبق أنه فعل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل بعد ذلك فعل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منع أولا من فعل معين يبقى ده قول وأتى بعده فعل نسخه، يبقى ده من باب نسخ الفعل للقول، النبي صلى الله عليه وسلم منع أو الشرع منعه من ذلك الفعل، ثم جاء بعد ذلك وفعل ذلك الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، يكون ذلك إقرارا منه ذلك الفعل ويكون ذلك الفعل ناسخا لذلك القول الذي تقدم قبل ذلك، وأنه لا ينفع إقرار ولو سبق تحريم فعل، سبق تحريم فعل يعني نص الشارع على أن ذلك الفعل حرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الناس يفعله، رقم اثنين، بس الشخص اللي فعله ده ما عرفش حكم، عشان ما تقولش أصل هو سكت على الإنكار عليه لأنه قد بيّن له قبل ذلك، لا، ده الشخص ده ما عرفش الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت على فعل ذلك الفاعل، لذلك الفعل الذي كان قبل ذلك محرما، فهل يكون الفعل الثاني ناسخا للفعل الأول؟ نعم، كان ذلك نسخا لتحريمه،
فإن كان خاصا به فالنسخ خاص به. يعني لو كان التحريم السابق خاص بذلك الشخص والفعل صادر من ذلك الشخص ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه ولم ينكره، يكون النسخ خاص به كما أن الفعل الذي صدر منه وحرم عليه قبل ذلك خاص به. وإن كان عاما، يعني وإن كان ذلك الفعل الذي حرم على عموم المسلمين بأن ثبت على الجماعة فالنسخ أيضا عام. ثم بعد ذلك جاء أحد الناس أو جاء ذلك الشخص وفعله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من قبيل نسخ عام للعام. وأما النسخ فمعناه، وعند ذلك نتوقف، سيدنا المولى تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا. اللهم ارض عنا برضاك ومتعنا كريم بتقوى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على كل يا مولانا يا كريم.